الصحة والجمال لون جديد للحياة. ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة لكم سوق الجمال. النهاردة هنتكلم موضوع جدا 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 وبيؤرق الكثير من الشباب، وهو مشاكل حب الشباب. ولكن بداية بحب أرحب بضيف النهاردة دكتور أحمد سمير. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بحضرتك دكتور أحمد. بداية يا دكتور، عايزين نتعرف على حب الشباب ومشكلة حب الشباب ونبذة مختصرة عن حب الشباب. طبعا يعتبر حب الشباب من أشهر المشاكل اللي بتقابل الصيدلي في صيدليته أو بتقابل دكتور الجلدية برضه في عيادته. تمام. بعض الدراسات أثبتت إن حب الشباب من كل 10 أفراد بيصيب 7 أفراد منهم. تمام. وحب الشباب بيظهر غالبا مع بداية سن البلوغ. وبعملية سن البلوغ بيبدأ في بتزيد هرمونات الذكورة في الذكر والأنثى اللي هو التستوستيرون، فبيزود نشاط الغدة الدهنية وبيؤدي ذلك إلى بعد كده بيؤدي لظهور حب الشباب. وأكثر الأماكن ظهورا في حب الشباب أو تعرضها لحب الشباب هي منطقة الوجه، منطقة الوجه ومنطقة الأكتاف ومنطقة الظهر وأعلى الكتفين. وقبل ما ندخل في موضوعنا اللي هو حب الشباب، لازم ناخد نبذة مختصرة عن أنواع البشرة. يعني البشرة عندنا زي ما قلنا حضرتك قبل كده في 4 أنواع أساسية من البشرة، اللي هي البشرة العادية والبشرة الجافة والبشرة الدهنية والبشرة المختلطة. وقلنا قبل كده إن أكتر بشرة عرضة لظهور حب الشباب هي البشرة الدهنية. تمام. معانا الصور على الشاشة. عندنا أنواع البشرة هنا موجودة أهي. أيوة. البشرة الدهنية والبشرة من الشمال لليمين، عندنا البشرة الجافة والبشره العاديه او البشره المختلطه وبعد كده البشره الدهنيه. البشره الجافه اول واحده على الشمال دي بتتميز بان المسامات بتاعتها صغيره جدا، فنسبه خروج المواد الدهنيه لها قليله، وتتميز البشره دي على طول انها بتكون جافه على طول ومؤشره في معظم الاحيان، خصوصا في اوقات الشتاء، وخصوصا مع انتشار مع قله نسبه الرطوبه في الجو، فالبشره دي دايما بتكون مؤشره. بعد كده البشرة العادية أو البشرة المختلطة، هي المسام بتاعتها بتكون مظبوطة، بتكون ولا هي واسعة أوي ولا هي ضيقة أوي، وفي حالة توازن بين إفراز المواد الدهنية دي، ودي البشرة دايما بتكون البشرة الممتازة أو البشرة المثالية. المثالية عندنا البشرة العادية. البشرة العادية. عندنا بقى البشرة اللي هي البشرة المختلطة، اللي هي عبارة عن تتميز بوجود منطقة التي زون، إن هي بتكون بشرة دهنية وبشرة جافة في نفس الوقت. إزاي؟ بشرة دهنية موجودة في منطقة الجبهة ومنطقة الأنف وأسفل الدقن وأسفل الدقن، وكمان بتكون جافة فين؟ جافة في منطقة أعلى الخصفة الخدود. تمام، الله ينور عليك. وفي كمان عندنا البشرة الدهنية. البشرة الدهنية تتميز بوجود المسامات الواسعة ذات المواد الدهنية من الغدد الدهنية الموجودة تحت الجلد، والبشرة دي دايما صاحبها بيقول لك أنا وشي، أنا يا دكتور أنا وشي بيكون صعب. لا يعني من اقل البشرات اللي هي تتعرض للشيخوخه، تتعرض للشيخوخه في سن متاخر، على عكس تام من البشره الجافه. البشره الجافه بتتعرض للشيخوخه في سن مبكره. بالظبط. احنا النهارده هيكون موضوعنا مركز قوي على البشره الدهنيه. تمام، لان البشره الدهنيه هي طبعا اكثر عرضه لظهور حب الشباب. تمام. فالبشره الدهنيه عندنا مشكله فيها جدا، المشكله هي ان عندنا المسامات واسعه، فبيزيد افراز المواد الدهنيه من الغدد الدهنيه الموجوده تحت الجلد. ومع ذات افراز المواد الدهنيه ديت بتطلع عند على المسام، ومع وجود خلايا ميته من خلايا الجلد، ده بيؤدي الى ان المسام بتقفل. فلما المسام بتقفل بتخلي في مكان او مكان مناسب ملائم جدا لنمو البكتيريا، ومع نمو البكتيريا تظهر تبدا في ظهور حب الشباب. بيبدا في اشكال حب الشباب، اول بيظهر ككوميدون. عندنا صور دلوقتي ممكن نعرضها. ايوه نشوف نعرض صور مع بعض. يعني حضرتك زي ما وضحت لنا ان التفاعل البكتيري مع المواد الدهنيه اللي موجوده في البشره زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه. تمام. هو اساس ظهور حب الشباب. ظهور حب الشباب اول حاجه. تظهر حب الشباب كهيئه كوميدون. الكوميدون ده عباره عن نتوء او بروز بسيط على سطح الجلد. زي ما حضراتكم شايفين كده، نتوء بسيط على سطح الجلد اهو، ظاهر اهو. بعد كده البابيول.
ايه البابيول ده بقى؟ ده بيكون حصل التهاب في الكوميدون وزي ما ظهرت قدام حضراتكم احمرت شويه وظهرت زي ما احنا شايفين كده بالظبط. وبعد كده الباستيول زي ما حضرتك شايفين تكون صديد في الحبوب نتيجه ان النمو البكتيري عليها وعلى المسام وعلى المناطق الدهنيه وعلى الافرازات الدهنيه، ده نتيجه ان البكتيريا نمت عليها فكونت شويه صديد شويه عليها. وبعد كده النوديول اللي هي المرحله الأخيرة. وهي دي اكثر تعقيدا من المراحل اللي قبلها، دي مكونات كوميدون وبعد كده بابيول وبعد كده باستيول، فدي اعتبر اكثر تعقيدا. دي بتحتاج في العلاج لعلاج عن طريق الفم وعلاج سطحي على الجلد. تمام، نوضح للناس بصوره مبسطه برضو. اولا حب الشباب بيمر بخطوات احنا كلها بالانجلش او كده، فعايزين نوضح للمشاهد بصوره مبسطه اكتر. اول مرحله اللي هي مرحله ايه؟ اول حاجه في مع بدايه سن البلوغ بالزبط. بيبدا زياده افراز هرمون التستوستيرون. هرمون التستوستيرون الموجود في الذكر وفي الانثى، موجود في الاثنين طبعا. وده بيؤدي الى نشاط الخلايا الدهنيه او الغدد الدهنيه الموجوده تحت الجلد. تمام، فبيؤدي الى زياده نشاطها وبيؤدي الى زياده افراز المواد الدهنيه دي. بعد كده بعد ما بتتفرز المواد الدهنيه دي بتخرج على مسام الجلد، تتراكم على الجلد وبتقفل مسام الجلد مجتمع مع الخلايا الميته بتاعت الجلد. مع وجود خلايا ميته تحت الجلد بيؤدي الى انسداد مسام الجلد وتراكم الافرازات الدهنيه دي. فبيؤدي الى التهاب بكتيري حاد. لازم نوضح برضو للساده المشاهدين ان هرمون التستوستيرون اللي هو الموجود في الذكر ايضا موجود منه نسبه في الانثى. تمام، والنسبه ديت بتزيد اثناء فتره البلوغ. تمام، فديت برضو حابب اوضحها للساده المشاهدين. تمام، فزي ما قلت لحضرتك يا دكتور احمد ان الالتهاب البكتيري ده بيحصل نتيجه ان السيبم تجمع مع الخلايا الميته بتاعه الجلد ادى الى انسداد فتح مسام الجلد. فالبكتيريا بتلاقي سطح ملائم ومناسب جدا ان هي تنمو، فبتعمل البسط وبتعمل الحبوب الشباب اللي احنا شايفينها دي. تمام، بعد كده الغدد الدهنيه ممكن البكتيريا دي ممكن توصل للغدد الدهنيه نفسها. ممكن تسبب فيها مشاكل كبيره جدا وتسبب اكياس صديديه تحت الجلد. زي الاكياس الصديديه زي ما كنا شايفينها دلوقتي. تمام، كان زي ما ظهرت في الصوره اللي قبل كده. من اهم الاسباب اللي بتؤدي لظهور حب الشباب دكتور احمد هو عدم الاهتمام بالنظافه الشخصيه. عدم الاهتمام بالنظافه الشخصيه بيؤدي الى تراكم المواد الدهنيه دي على سطح الجلد. فاحنا لازم باستمرار جدا نشيل المواد الدهنيه دي، خصوصا صاحب البشره الدهنيه. صاحب البشره الدهنيه طبعا لازم يعتني اعتناء كامل ويعرف ان البشره دي من البشرات الحساسه. اللي معانا فيديو برضه بيوضح اهوت. معانا فيديو يوضح لنا الكلام ده بالظبط. اول حاجه السيبيوم او المواد الدهنيه اتفرزت تتحد مع الخلايا الميته اللي موجودة على بشرة الجلد وبدأت تطلع على سطح الجلد. ده كله أدى إلى انسداد مسام الجلد. وبدأ مع وجود بكتيريا وجدت حصل تفاعل بكتيري مع مع المواد الدهنية دي. فده أدى إلى ظهور حب شباب. تمام، ممكن أوضح كمان الفيديو. أيوه تمام، البكتيريا موجوده هنا لقت مناخ مناسب جدا للنمو. تمام، تفاعل بين البكتيريا والمواد الدهنيه لان طبعا الدهون سبستريت كويس او مناخ غذائي كويس جدا للبكتيريا. ممتاز كده اتكون البكتيريا اتحدت مع المواد الدهنيه وبدات تنمو البكتيريا وادى الى ظهور حب شباب اللي هو الرؤوس السوداء والكلام ده. الرؤوس السوداء والنتوء اللي ظهر فوق الجلد. تمام، زي ما احنا شايفين حضراتكم البص اتكون اللي هو طبعا حوالين جذر الشعر. جذر الشعر. جذر الشعر. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هيحصل تراكم وانسداد وبعد كده ظهور حب الشباب. طيب في مراحل متقدمه جدا من حب الشباب بتحتاج او لا يتم علاجها الا باستخدام مضادات حيويه، وفي احيانا المضادات الحيويه لا تكفي وبيحصل اللي هي المرحله الاخيره من حب الشباب وبتحتاج ابلاستيك سيرجري او علاج جراحي.
بالطبع بالتاكيد. لما وصلنا لمرحله اللي هي الباستيول ان تكون صديد والحبوب بقى فيها صديد ده لازم ناخد له مضاد حيوي عن طريق الفم. ما ينفعش العلاج اللي هو وان ثيرابي اللي هو العلاج الموضعي بالزبط. لازم هيكون في كومباينيشن بالعلاج اللي هو اللوكال العلاج الموضعي العلاج اللي هو على الجلد وكمان ناخد سيستميك مضاد حيوي. من اهم واكثر المضادات الحيويه الفعاله الموجوده في السوق المصري ومفعله جدا في علاج حب شباب هو مضاد حيوي الفيبرامايسين. ده ممتاز جدا وفي من في كليندامايسين وفي الاريثرومايسين. الفيبرامايسين ممتاز جدا في علاج حب شباب ولو فعال وممتاز جدا وده جرعته ان هو بيبدا ان بتاخد قرص مرتين في اليوم بعد كده بتمشي على قرص كامل وقرص واحد لمده شهر او شهرين ده حسب حاله المريض. بس ده في الحالات اللي هي متقدمه ده حتى المقدمه اللي وصل ممكن نبدا معاه ممكن نبدا معاه بالتتراسايكلين او كلام منه ان ده العلاج التتراسايكلين وفي بقى الحاجات الموضعيه اللي هي الاكل بيوتيك لوشن تستخدم كلوشن موضعي على منطقه ظهور حب الشباب دي. تمام. برضو نلقي بالضوء اكتر على الايزوتريتينوين والدور بتاعه الفعال في علاج حب الشباب زي النت لوك والكلام ده. الايزوتريتينوين يعتبر من الادويه الفعاله جدا 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 في علاج حب الشباب. ازاي؟ انا دلوقتي عندي بشرتي دهنيه لازم احولها لبشره جافه عشان ما يظهرش حب الشباب دي. تمام. من الادويه اللي بتستخدم كذلك اللي هو الايزوتريتينوين بحول لي بشرتي من البشره الدهنيه لبشره جافه. والاف دي اي منظمه الصحه العالميه بعد ما اثبتت ان الدواء ده فعال جدا بس قالت لنا لا لازم تاخده بحساب. في بعض المخاطر شويه في الدواء ده هو فعال جدا وكويس جدا خصوصا ان هو لقت ان الدواء دوت بيعمل تشوهات في العينه فاوسط ان الدواء بتاعنا ان الدواء اللي بيتكلم عنه الايزوتريتينون ده يقف قبل ما يحصل حمل قبل توقع حمل بست شهور وكمان للامان اكتر اوسط يقف قبلها بسنه وده مع فعاليه هذا الدواء ما قدروش يسحبوه من السوق لانه فعال جدا. كمان وجدت ان انزيمات الكبد بتعلى قوي في حالات العلاج بالدواء ده من الايزوتريتينوين وبالتالي ما ينفعش يستخدم مع امراض الكبد. امراض الكبد لازم يمتنعوا امتناع تام عن الدواء ده. اول حاجه الفكره في العلاج الفكره في العلاج عندنا في علاج المضاد علاج حب الشباب اولا ان احنا نقلل من عمليه انسداد المسام. عمليه انسداد المسام اللي على الوجه واللي على الجسم واللي على الاكتاف واللي في الظهر لازم بقدر الامكان نقلل عمليه الانسداد دي. ازاي؟ عندنا الفيديو كمان بوضح لنا اهو بعد مراحل في مراحل تكوين كون صديد اهو وحصل اوبستراكشن او حصل قفل المسام في المسام في المسام بتاعي. اوكي. بعد حصلت اللي هي ظهور الرؤوس السوداء. الرؤوس السوداء اتكونت. وده كان تجمع مع البكتيريا البكتيريا مع تمام. العلاج بقى بيبدا يفتح المسام بيخرج كميه الدهون وبالتالي بيحصل الريكارنس بتاع عندنا اهم فكره من فكره علاج حب الشباب ودكتور احمد ان هي ان احنا نقلل من انسداد المسام بتاعه الجلد دي. ازاي؟ اول حاجه الاعتناء بالبشره الاعتناء الكامل. يعني بيوصل ان لازم يوميا غسيل للبشره الدهنيه من 4 لـ 5 وعدد كبير. في ناس تتوقع ان عدد كبير لا هو مش كبير خالص. هو الفاظ لازم اغسل البشره دي من 4 لـ 5 مرات يوميا عن طريق الماء والصابون او ممكن استعمال غسول كويس او غسول مناسب وموجود في السوق غسول كتير قوي في للبشره الدهنيه. للبشره الدهنيه. ثانيا انا بشرتي دهنيه لازم احاول قدر الامكان احولها لبشره جافه زي ما قلت لحضرتك في الاول ان هو عن طريق استعمال الايزوتريتينوين مع الاخذ في الحذر تحليل انزيمات الكبد وممنوع استعماله منعا باتا في حالات الحمل. ثالثا لازم نقلل من التهاب البشره. التهاب البشره في الاول اللي حصل بعد تراكم السيبيوم او تراكم المواد الدهنيه دي اللي هو خلى مع تفاعل بكتيري مع البشره التهبت. البشره التهبت لازم احاول قدر الامكان ان البشره نقلل الالتهاب بتاعها نوعا ما عن طريق استخدام اي من المسكنات او مضادات الالتهابات زي الايبوبروفين وجدوا انه فعال جدا 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 في حالات التهاب البشره في حالات حب الشباب دي كمان.
لو ان كمان ان المضادات الحيويه ممتازه جدا ولازم نستعملها في عشان نقلل من نمو البكتيريا. ما البكتيريا لقت مناخ مناسب جدا ومكان مناسب جدا ان هي تنمو تمام. على السيبيوم ده او المواد الدهنيه دي تمام. فلو لازم استعمال مضاد حيوي مضاد حيوي تمام. معلش يا دكتور معانا اتصال. اتفضل. الو اتفضل. وشي وبقى لي فترة كبيرة ما باخد علاجه مش عايز يتشال يعني. وشك فيه حب شباب؟ اه. طيب في منطقة الوجه بس ولا في ظهر في اي اماكن تانية من الجسم؟ لا في الوجه بس. طيب في انهي مرحلة انت بقالك قد ايه او اخدت علاجات قبل كده ولا لا؟ بقالي 6 سنين مثلا. ست سنين على هذا الحال. ما استخدمتش اي صابون او اي في صابون وفي مرهم وفي حاجات اللي هي حاجات موضعيه كانت بحطها على وشي. يعني استخدمت صابون واستخدمت كريم لحب الشباب. برضو لسه المشكله انه بيرجع تاني. تمام ماشي تمام خلاص دكتور هيجاوب على حضرتك. طبعا يا دكتور هو الواضح انه برضه ما عدلش السلوك الغذائي بتاعه، يعني بيستخدم العلاج فقط ومتخيل ان ده هيجيب نتيجه من غير مثلا ما يقلل اكل الالبان والجبن والكلام اللي بتسبب. اوكي تمام. وزي ما قلت لحضرتك ان الموضوع ده موضوع تراكمي وموضوع مش ما بينتهيش من يوم وليله. تمام. الموضوع تراكمي واخد مده. موضوع ان زياده افراز الغدد الدهنيه مع ارتباطها بالخلايا الميته مع سداد المسام ده بيحتاج مني عنايه شخصيه. لازم ادور على العنايه الشخصيه المتكامله. زي ما قلت لحضرتك في بعض المرضى انه بيكسل، ممكن يوصل لحد كسل اللي هو 5 مرات في اليوم ممكن تكون كبيره شويه، بس هو ما يعرفش حجم ان بشرته بشره دهنيه. لازم يعتني بها اعتناء كامل. واهم حاجه في الموضوع الاعتناء بالبشره. ثانيا الامتناع عن بعض الوجبات اللي بتؤدي الى زياده حب الشباب. عندنا في مكسرات طبعا، في اللب، في عندنا الشوكولاته، ده بتؤدي لظهور حب الشباب. ممكن يكون حاجات هو المريض نفسه مش واخد باله منها، بس الدكتور ما وعهوش الكلام ده. لانه لازم ياخد باله. يعني العلاج يا جماعه ما يكونش بس علاج كيميائي فقط، لازم برضو تعديل في السلوك الغذائي للفرد. لانك بتتعالج العلاج بالغذاء او الامتناع عن بعض الوجبات تمثل 50% من نسبه الشفاء، ولا يا دكتور؟ تمام. وبرضه لازم ننبه عن مشكله، ممكن تكون المشكله عنده مشكله هرمونيه. بالظبط. ان زياده هرمون التستوستيرون ممكن يؤدي لظهور حب شباب بكميه ضخمه جدا، وهو ممكن يكون ما يعرفش. فلازم يكون لازم نعمل ريفر او نودي له دكتور غدد صماء عشان يظبط له الهرمونات دي. وفي بعض الشباب خصوصا بعض الشباب اللي بيروح الجيم واللي بيحاول عايز يعمل عضلات وجسم كويس بياخد حقن بتساعده على كده، والحقن ده عباره عن هرمون التستوستيرون، وده من مشكله المشاكل. ممكن يعني مشكله يودينا لمشاكل احنا في غنى عنها خالص. من اهمها ومن اعراضها ظهور حب الشباب ده. فلازم اعرف البيشنت بتاع او المريض بتاعي السلوك الغذائي بتاعه، الاعتناء بالبشره بتاعته. لازم انبهه ان ممكن يكون هرمون التستوستيرون عنده زايد، ممكن يكون الاستريس، ممكن يكون محطوط تحت ضغط نفسي او ضغط عصبي. تمام. ضغط النفسي والعصبي ده ممكن يزود عنده حب شباب. عندي يعني كانت في حاله قريبه جدا مني كانت ايام الامتحانات اللي فاتت دي يظهر حب الشباب. ظهر حب شباب. كان امتحان في ستريس وفي حب شباب ظهر. ده السبب ظهور حب شباب ده. انا كنت قريب من الحاله جدا يعني. قلت له هو الامتحانات. تمام. الامتحانات بزوال الامتحانات مع شويه اعتناء بالبشره مع شويه غسول مع غسل بشره يوميا مع ان خفف الاستريس ده شويه او القلق ده شويه او التوتر ده شويه وهتختفي الحاله دي. وفعلا بعد الامتحانات ما خلصت وبعد ما النتيجه ما ظهرت كويس الحمد لله. تمام. المريض بدا يرتاح نفسيا. تمام. الحاله النفسيه كويسه. ظهر معانا اتصال يا دكتور. اتفضل يا استاذ بسيوني. السلام عليكم. مشري. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا دكتور. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ممكن نتكلم يا دكتور؟ اتفضل دكتور مع حضرتك. ساعتك يا باشا. المدام بتاعتي عندها حاجه اسمها الحجاج. الحجاج الضوئي في وشها. الايه؟ الحجاج الضوئي. الحجاج الضوئي. ايوه تمام. حاجه زي في وشها كده نقط سمره كده. نقط سمره كده
والنبي السمره ديت قاعد تعالج عند دكتور، تعالج عند دكتور حوالي سنه، وتركيبات والصابون وحاجات من ديت، وبرده ما راحش. ونزلت عند دكتور ثاني برده وما زالت تعبانه برده، شافي بقع سمره كده، والدكتور قال لها ده اسمها الحجاز الضوئي، ما تطلعش في الشمس وما ما تروحش عن درجه حراره عاليه وحاجات من كده. تمام، هي المفروض عندك عايز تشوف حل ساعات للموضوع ده. تمام ماشي، متشكرين جدا حضرتك. وطبعا المفروض بداية ان زوجتك تبعد عن قدر المستطاع عن اشعة الشمس والمواد الحرارية، لان ده بيزود التهاب الحزاز الضوئي. والمشكلة الاكبر بتاعته يعني ممكن بيتعالج برضو دلوقتي معظم العلاجات بتاعته بالسيرجري، اللي هي الحاجات الجراحية، اللي هي عن طريق تسليط بعض اشعة الليزر على الوجه او كده، فبتزيل هذه البقع السوداء. وبالتالي يا دكتور برضو ممكن تعدل في سلوكها الغذائي. السلوك الغذائي هو السلوك الغذائي طبعا من عمر الاستاذ احمد نبهنا قبل كده ان هو ممكن السلوك الغذائي ممكن ياثر على امراض كثيره جدا، منها اللي احنا فيها الموقف ده اللي حب الشباب ده. وطبعا زي ما حضرتك تفضلت ان من الصن بلوك او الواقي الشمسي مهم او الواقي الشمس يعتبر من اهم العلاجات الكويسه واللي شغال فعال جدا الايام دي يعني. بالظبط تمام، وممكن يفيدها في الحاله دي. طيب علاقه برضو بمناسبه السؤال اللي كان معانا، علاقه ضوء الشمس او اشعه الشمس على البشره وحب الشباب. ده حاجه برضو كان نسينا ننوه عنها، ان ضوء الشمس ليه علاقه كبيره جدا 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 بظهور حب الشباب. ان ضوء الشمس يعتبر بيوفر المناخ كويس لنمو البكتيريا مع وجود السيبيا والمواد الدهنيه دي، والعرق مع وجود العرق مع وجود الخلايا الميته بتاعه الجلد مع انسداد المسام، ان الضوء بيوفر المناخ المناسب كمان، يعني يعتبر عامل مساعد كبير جدا لظهور حب الشباب. فننصح الناس اللي عندها حب شباب انها تقلل من التعرض لاشعه الشمس بشكل مباشر، او حتى يعني لو كان شغله مثلا متعلق بالشمس او كده ممكن يستخدم صن بلوك او واقي من اشعه الشمس، عشان ده يعتبر من عامل مساعد جدا في ظهور حب الشباب. فبننصح دايما الناس اللي بشرتها دهنيه والناس اللي بتعاني من مشكله حب الشباب من فتره ومش لاقي لها علاج، ممكن يكون هو مش فاكر او مش واخد باله او مش واعي ان الشمس هي السبب. بالظبط، ان الشمس هي السبب. فلازم يبعد بعد كامل عن الشمس، واحنا ان شاء الله يعني في بعض النصائح للمريض لازم هنسجلها له ان شاء الله. يعني البكتيريا طبعا محتاجه لحراره او رطوبه تمام ومواد دهنيه تتغذى عليها، وطبعا المناخ المناسب زي ما حضرتك قلت اللي هو ايه، الحراره والغذاء والرطوبه والدهون، وبالتالي حب الشباب يبدا يتطور، ادى لظهور حب الشباب. تمام، فبالتالي في الحاله ديت برضو ممكن نستخدم مع علاج حب الشباب اي واقي للشمس زي سان سكرين او سان بلوك او كلام من ده. موجود في السوق المصري كتير حاجات كتير قوي سان بلوك، وحاجات فعاله جدا وممتازه جدا. وبتحط من ربع لنص ساعه قبل ما المريض بيخرج بره في اشعه الشمس. تمام، لازم بقى دكتور احمد اتفضل لازم دكتور احمد نتعرض او ننصح المريض بتاعنا مش جاي عشان ياخد دواء ولازم يكون على وعي كامل بالمرض. اهم حاجه في العلاج ان هو الوعي الكامل بالمرض اللي عند المريض. بيشنت كونسلنج. بيشنت كونسلنج لازم اول حاجه العنايه المستمره بالبشره عن طريق ان نحافظ عليها من تراكم المواد الدهنيه والخلايا الميته، ونحافظ عليها من انسداد المسام. زي ما قلنا برضو في الاول، الحل السحري لعلاج حب الشباب العنايه المستمره بالبشره. اول حاجه عن طريق غسلها مرتين من 4 لـ5 مرات يوميا بالماء والصابون. عندنا بعض الصابون المناسب الكتير موجود في الصيدليه، اكني سوب او صابونه ناتري او ساينوبار، دي صابون فعال جدا في علاج حب الشباب. كمان عندنا صابونه الكبريت مهمه جدا، كبريت من الصابون من العنصر كبريت من المواد المطهره والمواد اللي تعتبر انتيسيبتيك او مواد قاتله للبكتيريا كمان. يعني بجانب الصابون هو قاتل للبكتيريا المسببه لحب الشباب. تمام، ثانيا البعد عن الاكلات او الحاجات اللي بتزود افراز السيبيوم او المواد الدهنيه دي، زي اللب، زي الفول السوداني، زي الشوكولاته، زي بعض ايه، زي بعض المنتجات الالبان والكلام من ده. احاول ان انا اطلع من الاسترس او القلق او الضغط النفسي اللي عليا. في ضغط نفسي موجود اتوقع زور اي حاجه، يعني الضغط النفسي بيؤدي الى ضغط عصبي نفسي او ضغط عصبي عضلي، عدم توافق عضلي عصبي، بيؤدي لحاجات كتيره احنا في غنى عنها. من اهمها ان هو بيؤدي لظهور حب الشباب عند الفرد، بيؤدي لظهور الاختلال في الهرمونات، واختلال الهرمونات طبعا بيؤدينا الى ايه؟ الى ظهور حب الشباب. تمام،
بالنسبه للاناث او البنات اللي بيتعرضوا لحب الشباب لازم ابعد عن المكياج. المكياج اللي هو فيه مواد دهنيه كتير. لازم ابعد عن استعمال الكريمات الدهنيه او السكربات او الماسكات اللي هي فيها مواد دهنيه كتير لانها بتسد مسام البشره طبعا. اول حاجه برضو لازم الاعتناء بغسيل اكياس المخده بانتظام عشان السيبيوم اللي بتفرز ممكن ياثر على المكان فبرضو بيسبب انسداد في المسام. اعتناء باكياس المخده تمام. الحاجه الملاحظ عليها مريض حب شباب انه دايما بيلعب في الحبايه دايما بيلعب فيها بصبعه او بيحصل هرش او كلام عنده اكلان فيها فبيضطر ان هو بيستعمل صباعه او كده في 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 فتحه في فتح الحبايه وده من اخطر المشاكل. ازاي؟ انك ممكن تنقل البكتيريا بايدك من لحب الشباب ده يعني ممكن من مكان لمكان تاني من مكان لمكان تاني فبيزود بيخلي الامر اكثر سوءا وبيزود من حده الامر يعني. تمام معانا فيديو يا دكتور برضو ممكن يوضح لنا. ايوه ده تمام ده الفيديو. اول حاجه الصلفر اللي هو الكبريت. أيوة. عندنا البنزال بروكسايد تمام وعندنا الالفا هيدروكس اسيد اللي هو اللاكتيك اسيد. عندنا الحاجات دي كويسه جدا وفعاله في علاج حب الشباب. تمام في برضه عندنا اورال انتيبيوتيك المضادات الحيويه. لا نرجع بالفيديو تاني يا جماعه بتاع العلاج لو سمحت. من ضمن برضو صابونه الكبريت وصابونه السلسليك اسيد برضو مهم سلسليك اسيد كويسه جدا. ده كده برضو بنبدا في العلاج. ده الاثر بتاع العلاج. بيبدا يقتل البكتيريا. قتل البكتيريا وشال مكان التراكم الدهون دي وبدا الجلد يرجع لطبيعته العاديه خالص. المسامات بتاعتنا اتفتحت والسيبوم طلع عادي والدنيا بقت كويسه جدا. تمام صابونه السلفر اللي هي كبريت. تمام عايزين بقى نراجع مع بعض يا دكتور وسائل. اولا مثلا المريض يستخدم انتيبيوتيك بعد كده مثلا يستخدم صابون او غسول او كلام من ده. عايزين بقى كله بالتدريج. تستخدم ايه الاول؟ صابونه مثلا بعد كده الغسول بعد كده الانتيبيوتيك ولا ايه بالظبط؟ حسب حاله المريض. اولا ممكن هتبدا اول حاجه الحاله اللي هي الكوميدونز اللي هي بدات المواد هنا تتراكم بس كده هنبدا نستخدم بقى عنايه يوميه غسول يومي مع صابونه. تمام بعد كده في حاله النوديول او حاله النوديول او حاله اللي هي بدات تلتهب وبدات تحمر هنعوز عباره عن حاجه مضاده للالتهابات مع حاجه موضوعيه بس اللي هي الايبوبروفين او البروفين كويس جدا ومع حاجه موضعيه بقى حاجه زي البيض او حاجه زي الادابالين او حاجه زي التريتونوين هي مشتقات فيتامين اي حاجه اللي بتحول الجلد من بشره من بشره دهنيه لبشره جافه ممتاز جدا. بعد كده في الحاله الاكثر تعقيدا اللي هي الحاله اللي هي النوديولز ان هي لازم نستعمل حاجه تنتخل عن طريق الفم اللي هو الازيتروتينوين مع حاجه مضاد حيوي كمان حاجه مضاد حيوي موضعي زي الاكريمايسين والازيتروتينوين ده زي ما نبهنا عنه تاني وتالت ما يتاخدش في حاله الحمل ما يتاخدش في حالات اللي هي المرضى الكبد. تمام بعد كده لو وصلنا للمرحله النهائيه مرحله السكارز ان حب الشباب فعلا ما عادش بيطلع بس ساب اماكن موجوده في الوش ده بنستعمله مقشر يقشر الاماكن دي ويزيلها ونستعمله حاجه بتعيد بناء الخليه زي الميبو كريم. الميبو كريم كويس جدا في اعاده بناء الخليه وكمان مع المقشر. في بعض النصائح ان البنزايد بروكسيد ده ومشتقات فيتامين ايه بتعمل التهاب للجلد مؤقتا. اول ما بتحطها تحس ان الجلد احمر وجايب نتيجه عكسيه لا هي مؤقتا ولازم ننصح بعدم التعرض لاشعه الشمس في حاله استعمال هذه الادويه. تمام في نهايه الحلقه للاسف يا دكتور حلقتنا خلصت النهارده وفي نهايه الحلقه اتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا بيها واتكلمنا عن موضوع مهم جدا. هو موضوع يعني لو فضلنا نتكلم عنه اكتر من 10 حلقات مش الكلام مش هيخلص عنه بس حاولنا النهارده نجمع اكبر قدر ممكن من المشاكل اللي بتواجه الشباب الا وهو حب الشباب. اتمنى انها تكون افادت حضراتكم النهارده ولكم منا ارق التحيات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.